السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات سلسله تربيه عصافير البادجي على قناه تجنب. متنساش انت بتشوف الفيديو ده تعمل اشتراك للقناه، ولو انت مش بتوصلك الفيديوهات يا ريت لو تفعل الجرس. لكل الناس اللي متابعينا، انتم عارفين ان فيديوهاتنا موجهه للمبتدئين، معاك خطوه بخطوه لحد ما تبقى محترف في تربيه العصافير ان شاء الله. اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن اختيار العصافير واختيار القفص المناسب واكل العصافير والسيبيا واهميتها. هنتكلم في فيديو النهارده عن تجهيز العصافير للتزاوج. قلنا قبل كده يفضل وانت بتشتري العصافير انك تشتري عصافير شباب من عمر 4 ل6 شهور، ولو انت بقى مشتري مجموعه يفضل ان انت تحطهم مع بعض في قفص كبير او مطارد وتراقبهم لحد ما كل فرد يختار شريكه. بعد كده بتاخدهم وتنقلهم في قفص منفصل، وده الافضل. انما لو انت بقى محتاج طفرات معينه او الوان معينه نتيجه تزاوج فرد معين بفرد اخر، ما بيكونش قدامنا غير حل واحد وهو الزواج الاجباري، وده بان انت بتحط الذكر اللي انت عايزه من الطفره دي مع النتايه اللي انت عايزها من الطفره دي في قفص لوحده. ويفضل ان انت طبعا تدخل الذكر في الاول القفص قبل النتايه بفتره كده وجيزه، علشان الذكر يعرف يفرض سيطرته على النتاية في القفص. وارد جدا ان ما يحصلش بعد ما تدخلهم ان ما يحصلش بينهم توالف في الاول، ده وارد جدا، لكن مع مرور الوقت هيحصل التوالف وهيولفوا على بعض. ولو حصل وفضل الوضع زي ما هو مفيش اي توالف ما بينهم، ما يبقاش قدامنا غير حل واحد وهو العزل. نعزل النتاية في قفص لوحدها جنب الذكر بحيث ان هما يبقوا شايفين بعض، والعزل ده بيبقى لمدة اسبوع 10 ايام. بعد كده بنرجع النتاية للذكر تاني، وتكون مش واكلة قبلها ب8 ساعات، ونرفع الاكل من عند الذكر قبل ما ندخل له النتاية. لو الذكر بدأ يأكل النتاية يبقى كده حصل توالف، كده بقى عندنا جوز متوالف. نيجي بقى لتجهيز القفص. زي ما قلنا قبل كده، نبعد عن الاقفاص الدائرية، والقفص يكون ثابت ومكان ارتفاع مناسب وبعيد عن متناول الاطفال. طيب لو عايز تعرف مقاسات القفص المناسب ترجع لحلقه اختيار القفص، وهسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت. طبعا من اهم الحاجات اللي احنا نتكلم عليها في القفص او بتساعد في عمليه التزاوج هي المكسم. المكسم لازم يكون ثابت، وطبعا المكسم ده اللي هو الوقفه، ويفضل ان الوقفه دي تكون دائريه. يعني اللي بيجيب خشبه مربعه بيبقى فيه صعوبه ان عمليه التزاوج تتم عليه. في وقفات دائريه زي المواسير كده رفيعه بتتباع في السوق، العود ب5-6 جنيه، تقدر تعمل منها 3 أو 4 وقفات، بيتقطع على حسب مقاس القفص وتسيحها من الجنبين عشان ما تتخلعش. زي دي كده بالشكل ده، دي وقفه انا مشتريها. طبعا انا جبت العود وقطعته وسيحته من الجنبين اهو، من الجنب ده ومن الجنب ده على حسب مقاس القفص اللي عندي زي ما انتم شايفين. وبنعلق القفص في ارتفاع مناسب بعيد عن الاطفال والدوشه، ولازم نشيل اي العاب او مراجيح موجوده جوه القفص، علشان طول ما في مرجيحه في القفص مش هيحصل تزاوج خالص. كده مش فاضل غير تجهيز العش المناسب لعصافير البادجي، ده اللي هنتكلم عنه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. ما تنسوش لايك للفيديو ودعمكم ان شاء الله، واشتراك في القناه لو انت مش مشترك، وعشان يوصلك كل الفيديوهات يا ريت لو تفعل الجرس. وهستنى ارائكم او اي اسئله في الكومنتات. شكرا.